سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل تفعيل الفيديوهات على تطبيقكم إيمو. نقوم بالضغط هنا على تطبيق إيمو، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على بيانات التخزين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تحفيز تلقائي عند استلامها، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الفيديوهات. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل فيديوهات خاص بكم. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.